أعزائي المشاهدين راح نبلش وياكم بأول متسابق ونشوف منه صاحب الحظ ويانا اللي راح يفوز بالجائزة بهاي المسابقة. الله يسعدك حبيبي. مرحبا. شلون الصحة؟ شلونك؟ الأحوال؟ الله يخليك. شلون الجو وياك الحال؟ والله يقسم الصمر حار. مو والله؟ شغلك شلونه؟ والله شغل تعبان. حبيبي الغالي. الله يرزقك طبعا. والله. الله يخليك. قلبي احنا قناة زاغروس الفضائية. عندنا برنامج مسابقات، تحب تشارك ويانا؟ والله كيف. خوش. عندنا البرنامج مالتنا زاغروس وياك. اسالك فت سؤال وتجاوبني عليه، واذا كنت انت صاحب الحظ اللي راح تفوز ويانا راح تفوز بمبلغ قدره 500 الف مقدم من قناه زاغروس. يا الله. يا الله الف مره. حبيبي سؤالنا يقول اي الشعراء تفضل اكثر، بدر شاكر السياب لو عبد الوهاب البياتي لو نازك الملائكه؟ عبد الوهاب. شنو السبب؟ هو شعره حلو. حلو. احنا الله يرحم كل شعرائنا وكلهم شعرهم يخبل وكل واحد له لونه الخاص. صحيح. فانت مهما يكون جوابك هو صحيح. تمام قلبي، فانت اشتركت ويانا حاليا بالمسابقه وان شاء الله تكون صاحب الحظ اللي تفوز ويانا.